الحمد لله، أجواء كدوز جيدة وأجواء عائلية، وكنحاولوا كل نهار نوجدوا الكأس أفريقيا باش لي جوغ دي ماتش نكونوا واجدين إن شاء الله. كأس أفريقيا كوب لي مهم بزاف، وكنعرفوا جميع الجماهير المغربية كتنتظر الفوز بهذا اللقب. إن شاء الله نكونوا على حسن ظن الجماهير ونهديو لهم اللقب إن شاء الله. نتمنى أن الجمهور المغربي يساندنا إن شاء الله، وأن يرجع اللي في جهدنا باش نهديو هذا اللقب اللي وقت طويل كيحلموا به، ونكونوا على حسن ظن ديالهم إن شاء الله.